حوار الوطني وحديث حول الصناعة والاستثمار ومستقبل الصناعة ومستقبل الاستثمار وتطوير البنية الصناعية والمناخ الاستثماري المصري. وخلوني أخذ معنا على تليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أبتسم دائما لأن أنا أحب دكتور هشام جدا، يعني هو عارف. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا يوسف؟ ازاي حضرتك؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ ده أنا حظي حلو بقى أشوف حضرتك الخميس وأكلم حضرتك الاثنين، ده أنا كده خلاص عديت، محدش يعرف يكلمني. تعرف لينا يا رب يخليك يا دكتور. دكتور هشام، كيف يرى حزب الإصلاح والنهضة وتحديدا في أوراق العمل التي يقدمها أو المقترحات التي يقدمها أمام الحوار الوطني حول مستقبل الصناعة والاستثمار في مصر، وإذا كانت هناك إصلاحات لازمة شكلها عامل إزاي؟ في البداية طبعا أنا حابب، أنا كنت بسمع حضرتك قبل المداخلة. طبعا اي حد درس استثمار او مهتم بيه فاهم طبعا كويس جدا ان كان في حتميات بتدرس فيما يتعلق بقصه ان الاستثمار ما بيجيش الا لما بيكون في بنيه تحتيه قويه طبعا. في معايير بتتقاس عندك، مثلا كم في الاتصالات ماشيه ازاي، المواني بتاعتك عامله ازاي، الطرق بتاعتك عامله ازاي، ففي معايير كتيره جدا قبل ما نقول للمستثمر تعالى او استثمر، وخصوصا اذا كنت طالب يستثمر في الصناعه. مصر قطعت اشواط كبيره جدا لان احنا كان بقالنا سنوات طويله جدا متاخرين في هذا المجال، فطبعا ما كانش حد هيجي لك الاستثمارات وانت دي شبكه الطرق بتاعتك، ده ما حدش هيجي لك ودي اتصالاتك، فكان لازم في مجهود كبير جدا يتبذل قبل ما تقول لحد تعالى، وخصوصا موضوع المواني اللي شايفينها والربط اللي بيحصل دلوقتي ما بين شرق البلد لغربها عشان سهوله التحرك ونقل البضاعه وغيرها. الموضوع الاستثمار طبعا موضوع مهم جدا، واحنا شفنا من السيد الرئيس عمل المجلس الاعلى للاستثمار، والمجلس الاعلى وقراراته على الحقيقه هو قادر ان يحل مشاكل كبيره جدا للمستثمرين. احنا المشكله الرئيسيه في الاستثمار عندنا مشكله في جزء الحوكمه والاجراءات وسرعتها، مش في السياسيات ولا في الاستراتيجيات، لا احنا عندنا مشكله في قصه الدوره الورقيه والمستنديه والتعطيلات وكده. في عندنا مشكله ثانيه في الموضوع بتاع الصناعه واحنا محتاجين نتكلم فيه، هي قصه العمله الصعبه. وهي العمله الصعبه عامله لنا يعني مشكله في، يعني انت بالنسبه لك لما تيجي مثلا عايز توطن الصناعه وفي ظل شح العمله الصعبه، انت عندك عايز مستلزمات تشتريها بالعمله الصعبه. فبيخلي الخريطة الاستثمارية وخريطة توطين الصناعة ليها حزة، وده لازم بيخلينا ان احنا بالنسبة لنا يكون عندنا اجندة، ايه هي الاولويات اللي المفروض نتكلم فيها دلوقتي. ما هو الكلام العام كل واحد يعرف يقوله، يعني مثلا حل المشكلة اعمل صناعة، حل مشكلة يسر الاستثمار، ما هو كلمة يسر الاستثمار دي عليها خطوات طويلة واستراتيجيات وناس شغالة وخبرة. هو لازم تعمل الاجنده بتاعتك بقى دي اللي احنا محتاجين نشتغل عليها دلوقتي، او بنسميها الخريطه الاستثماريه. الخريطه الاستثماريه مهمه جدا في المرحله اللي جايه دي، ايه المشاريع اللي انا اقدر اشتغل فيها؟ تجيب لي عمله صعبه بسرعه وتساعدني انا بالنسبه لي ما يسمى باحلال الواردات، بتقلل الواردات اللي انا بستوردها من بره، بتزود صادراتي، وفي نفس الوقت ما تعملش ضغط عندي زياده على العمله الصعبه في الوقت اللي انا عندي مشكله في العمله الصعبه. مين اللي هيحط القصه دي؟ لازم الخبراء بتوع الاستثمار في مصر، ولازم المجلس الاعلى للاستثمار اللي هو الرئيس بيرأسه بنفسه يحط لنا ما يسمى بالاجنده الاستثماريه. فدي نقطه من النقاط المهمه. من الحاجات المهمه برضو احنا بالنسبه لنا لو اتكلمنا فيما يتعلق بتوطين الصناعه، ده مهم جدا، بس انت برضو محتاج خريطه بتوطين الصناعه. في حاجات عايزك تشتغل بيها بسرعه وسهله، وانت بالنسبه لك مش هتحمل عليك في العمله الصعبه كتير. كل المستلزمات والحاجات الصناعيه اللي تقدر انت بالنسبه لك تشتغل فيها بسرعه، زي الحاجات الزراعيه. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي بستورد كتير جدا علف، عايز احل المشكله دي بدل ما هي عامله لي عبء على الحاجات كلها، المستلزمات الزراعيه صحيح. والحاجات المتعلقه بالاكل. فهو اللي المفروض هنتكلم بقى فيه بكره المقترحات والافكار اللي بتدور. احنا بالنسبه لنا مصر قطعت اشواط كبيره جدا، وفي ملتقى الصناعه احنا كنا موجودين والدوله ماسكه الملفات صح. يعني اي حد يزعم يقول لك ان تشخيص الحاله المصريه في حتتين ما ينفعش ما نتكلمش فيهم. واحد، حجم المجهود الجبار اللي اتبذل في العشر سنين اللي فاتوا في الدوله اللي احنا قطعناه، احنا كنا رايحين في مساحه صعبه جدا، فاحنا قطعنا اشواط كبيره جدا. والحاجه الثانيه ان الدوله المصريه عندها خريطه مشخصه واضحه
للعلل اللي موجوده بالظبط. يعني هي بالنسبه لها مش محتاجه حد هيقول لها هو المشكله فين. يعني احنا دلوقتي هل احنا بقى بالنسبه لنا عايزين نتكلم مع بعض، الاولويات ايه؟ هل في لديكم مقترحات غير اللي بيتم؟ هنقول اه في مجموعه مقترحات بتتم، معظمها متعلقه بسرعه الورق، معظمها متعلقه بالاجنده عشان تديني الاولويات، تعمل لي برنامج عشان لو انا مستثمر محلي ما اقعدش اجرب استثمر فين، تديني تسهيلات، لازم خطوات سريعه جدا في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي، اجراءات عشان تجذب المستثمرين تكون سريعه وجريئه. يعني انا بالنسبه لي محتاج اخد مجموعه من الخطوات سريعه. انما الخريطه يعني بقول لحضرتك ان الخريطه انا متاكد تماما، وشفت لما حضرت المؤتمر الاقتصادي وشفت لما حضرت ملتقى الصناعه، لا الخريطه بالنسبه لنا واضحه، تشخيص المشكله عندنا مش محتاجه فاتي. يعني كل اللي عايزينه دلوقتي في الاجراءات سرعتها حوكمتها، ان انت تكون اطارك جاذب، قوانينك جاذبه، التعامل مع الملفات اللي تخلي اللي عايز يجي من بره هيجي ليه، في تنافس في الاقليم دلوقتي زي ما حضرتك عارف طبعا. هي دي الاشكاليات بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها. وانا شايف ان الرئيس بنفسه كون ان هو يعني رأس المجلس بتاع المجلس الاستثمار وخطوات اتخذت قويه جدا في الاجتماع اللي فات، فانا شايف ان احنا محتاجين في الحوار، هو مش مكلمه يعني، هل لديك مقترحات بقى في الحته دي؟ عايزين نتكلم نقول لهم احنا عايزين الاجنده دي، عايزين بسرعه اجراءات تشجيع استثمار، عايزين اجراءات بسرعه حوكمه نحوكم الدنيا دي، عشان احنا بالنسبه لنا ما يقعدش يجي المستثمر يلف وبعدين ما دام مش عارف مين و10,000 اجراء. انما احنا البنيه التحتيه بتاعتنا جاهزه، احنا بالنسبه لنا عندنا فرص، ممكن نقدر بسرعه ننطلق لان احنا عملنا الفاونديشن زي ما بيقولوا، الصعب احنا عملناه. صحيح. ده انا في تصوري ان المفروض يتناقش بكره يوم مهم جدا، لان ملفين من اهم الملفات، ملف الاستثمار وملف توطين الصناعه، دي من الملفات يعني يعني في اللب وفي الصميم في الوقت الحالي احنا موجودين فيه. صحيح 100%. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه.